وابدأ بكلمة المنسق العام في اليوم 18 من يونيو عام 1953 قبل 3 أسابيع من اليوم تقريبا أعلنت الجمهورية في مصر بعد 150 عاما من حكم متوارث. إعلان الجمهورية كان حدثا رئيسيا في تاريخ مصر الحديث، وإعلان الجمهورية لا يعني أن هذه الجمهورية قد توقفت عند الجمهورية الأولى. نحن اليوم في مرحلة جديدة من تطور الجمهورية المصرية، كان اسمها في هذا الوقت جمهورية مصر. اليوم نبدأ حوارا وطنيا نحو جمهورية جديدة، وكما صاغ في هذه الدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في 26 إبريل الذي دعا فيه إلى هذا الحوار الوطني، انتهى فيه إلى أننا نسعى إلى مصر الجديدة والتي هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية. هذا هو التعريف، تعريف الجمهورية الجديدة كما وضعه السيد رئيس الجمهورية، وهو أتى في سياق الدعوة للحوار، والذي أيضا أكد فيه على أن هذا الحوار يتسع للجميع، وأن مصر وطنا يتسع لنا جميعا، وأن خلافنا في الرأي لا يفسد الوطن قضية. هذا الحوار لا يوجد فيه من موانع أو كوابح إلا لمن يرفض الحوار، ورفض الحوار هو اللجوء لشيء آخر غير القول أو الكتابة أو التعبير بالرأي، اللجوء للقتال كما عبر عن ذلك مصطلح السيد رئيس الجمهورية قبل يومين، هو أمر خارج عن أي تعريف للحوار. وبالتالي من لجأ للقتال أو حرض عليه أو شارك فيه هو ليس على قاعدة هذا الحوار على الإطلاق، لأنه لا يعترف لا بشرعية هذه الدولة ولا بدستورها، وهما الأساسان اللذان يقوم عليهما الحوار، لأننا لا نسعى لبناء دولة جديدة بل نسعى لبناء جمهورية جديدة أساسها الدستوري متماسك بدستور 2014 وشرعيتها مؤكدة لدى جماهير شعبنا الذي خرج في الذكرى 9 من 30 يونيو، ونحن هنا جزء كبير من تحالف 30 يونيو. وهذا الحوار كما ذكر من قبل في أكثر من مناسبة هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو. ما كانت 30 يونيو أن تقوم لولا هذا التحالف، وما كان للشعب أن ينتصر وللقوات المسلحة أن تنصر هذا الشعب لولا هذا التحالف الذي يستعيد اليوم عافيته. السيد الرئيس في حديثه في يوم 26 إبريل قال بشكل واضح أن موضوع هذا الحوار هو حريص عليه شخصيا، وأن الأولويات كانت مؤجلة في هذا الموضوع، وتأجيل الأولويات أتى في سياق حديث الرئيس فيما سبق من جمل ومن عبارات، بأنه كان هناك تصور لدى الدولة المصرية بأن تبنى الدولة وأساس وأركانها من قبل أن تبدأ مراحل أخرى. قد يختلف البعض مع هذا التقدير أو يتفق، ولكننا اليوم الآن في الحوار الوطني، ها قد بدأ الحوار الوطني، وها هو الحوار الوطني الذي كما ذكرت منذ قليل لن يستبعد منه أحد إلا من قاتل أو حرض أو شارك، وهذا الأمر لا أظن أن هناك خلاف عليه كبير أو صغير. الأمر الثاني أن هذا الحوار هو حوار للجميع، والجميع هنا ليس معناه أن يخرج الحوار ويتحول إلى تبادل للكلمات وتبادل للخيالات. الجميع هنا تعني أن هناك مصلحة لكل فئات وطوائف الشعب المصري، وبالقطع في قلبها الفئات والقوى السياسية التي قال الرئيس بنص حديثه أنه يدعو لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، وبين القوى وكافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية. وبالتالي القوى السياسية والحزبية والنقابية جزء رئيسي في هذا الشعب، لكنها ليست كل هذا الشعب. هذا الشعب ليس منقسما بين من هم مع ومن هم ضد، هناك أغلبية كبيرة لا هي مع ولا هي ضد، ونحن نسميها بأسماء كثيرة ومصطلحات عديدة سواء في كتاباتنا أو في أبحاثنا. وبالتالي كل هؤلاء مدعوون، وقد لاحظنا وسوف يتحدث عن هذا السيد رئيس الأمانة الفنية عن الأرقام التي أتته، أن هناك إقبالا كبيرا وهائلا من فئات كثيرة من الشعب المصري. هذه الفئات لا حقها
في أن تتواجد في هذا الحوار على أن يمارس هذا الحق، وهذا ما وضعناه كقاعدة عبر أفكار أو مقترحات. هذا الحوار هو حوار حول أولويات العمل الوطني كما دعا السيد الرئيس، وهذه الأولويات لابد أن ينتج عنها مخرجات، سواء في صورة تشريعية بمعنى مقترحات تشريعية أو تنفيذية ترفع كما قال السيد الرئيس إليه في المراحل النهائية لاتخاذ قرار فيها. كل ما سيدور على هذه المائدة مجلس الأمناء المحترم وفي كل قاعات وجلسات الحوار سيأخذ حقه في المناقشة وفي البلورة وفي الرفع إلى السيد رئيس الجمهورية، ولن يستبعد رأي واحد طالما أن هناك حجج ومناصرون له، ولن يكون هناك تصويت على استبعاد أو قبول لرأي طرح في الحوار، بل التوافق هو الهدف الرئيسي. ما لم نصل إليه سيكون هناك بدائل تطرح، وكل بديل منها مسند بما فيه من حجج وبما فيه من أدلة وبراهين. وبالتالي الحوار مفتوح، ولكن عودة مرة أخرى، السيد الرئيس ذكر أنه حوار سياسي، وسياسي هنا يستكمل بالجملة التالية حول أولويات العمل الوطني. أولويات العمل الوطني ليست سياسية فقط، لكن السياسة هي التي تتخذ القرار في الأولويات. وبالتالي معنى الحوار السياسي أننا لدينا أولويات في العمل الوطني، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو رياضية أو ثقافية أو غيرها، ستعود بالتأكيد إلى مربع السياسة لكي يتخذ القرار التشريعي أو التنفيذي بشأنها. وقمة اتخاذ القرار في الدولة المصرية بحسب دستورها هو رئيس الجمهورية، وبالتالي المعنى السياسي هنا واضح. هذا لا يعني أن هناك موالاة ومعارضة كما يسمى في المصطلح العام، نعم، وتشكيل هذا المجلس وكل جلسات الحوار سيكون فيها هذا التمثيل واضحا ومتكافئا، ولن يحرم ولا يستطيع أحد أن يحرم رأيا من أن يقال في هذه القاعة، على أن يتم رفع كما ذكرت جميع هذه الآراء في النهاية إلى السيد رئيس الجمهورية بدون تصويت وبدون استبعاد أي منها. آليات الحوار ومواعيده وأجندته هي من صميم اختصاص هذا المجلس. هذا المجلس هو المنوط به تنسيق وتنظيم واستخلاص المخرجات النهائية للحوار. هذا المجلس ليس هو الحوار، هو تعبير عن من يشتركون في الحوار، وأظن أن هذا التشكيل المحترم من هذه الشخصيات المتوافقة والمتوافق عليها ذات التخصص المتنوع وذات التنوع أيضا حتى في الأفكار يعكس حالة الحوار الجدية التي نرغب فيها ودعا إليها السيد الرئيس. هدف الحوار هو أولا خلق مساحات مشتركة كما يقول الشعار قدام حضراتكم. المساحات المشتركة تسمح أحيانا بالاتفاق التام، وتسمح أحيانا بالاختلاف التام. في الحالتين لابد أن يكون هناك قواعد الاختلاف أو الاتفاق. وضع هذه القواعد هو من صميم مهمة هذا الحوار، حتى نستطيع أن نقيم كما نهدف جمهورية جديدة مدنية ديمقراطية حديثة. الحوار، تبادل الآراء، تبادل الرؤى، القبول بالجميع هو أساس الجمهوريات المدنية الديمقراطية الحديثة، وهذه الدولة تسعى ورئيس الجمهورية إلى أن تتم هذه الجمهورية. أيضا هذا الحوار يهدف كما ذكرت إلى وضع بدائل جدية. هذا الحوار وكما يقال في القضاء ليس لإبراز الحيثيات فقط، الحيثيات مهمة لكنها لا يجب أن تتكرر كثيرا. ما يجب التركيز عليه في رأيي في الحوار أن نخرج ببدائل محددة، أن يكون لدينا ولدى صانع القرار ولدى الرأي العام إما بدائل تشريعية أو بدائل إجرائية ترفع ليتخذ فيها القرار بشكل سريع. وأكون صريحا أكثر، الرأي العام المصري لا ينتظر منا كلاما فوق كلام يقال. الرأي العام المصري لديه من طموحاته وآلامه وآماله الكثير، ويعول كثيرا على هذا الحوار، وخاصة أن المشاركين فيه من المفترض أنهم يعبرون عن معظم طوائف الشعب المصري، فينتظر منا جديدا. هذا الجديد لابد أن نجتهد ونجهد أنفسنا في الوصول إليه في صورة تشريعات يشعر بها الناس أو إجراءات يرغب فيها هؤلاء الناس.
وهذا التمثيل لحضراتكم في هذا المجلس المحترم في ظني يعكس وسيعكس كل هذه الآمال، وأن هذا المجلس سيكون أمينا على إدارة الحوار بهذا الشكل، بحيث نستطيع في خلال فترات متوالية أن نخرج على الجمهور العام وأن نرفع للسيد رئيس الجمهورية ما انتهينا إليه. لا ننتظر أن ينتهي الحوار، لأن الحوار عادة لا ينتهي إذا وضعت له قواعد الحوار من سنن الحياة، لكن في كل مرحلة من مراحل هذه الجلسات والاجتماعات لابد أن يكون هناك مخرجات حتى يشعر الناس أننا ننجز أشياء أن يرغبون فيها أو يتطلعون إليها. المجلس، هذا المجلس المحترم سيستكمل أعماله بعد هذه الجلسة الافتتاحية بجلسته الأولى التي سنناقش فيها جدول الأعمال موجود أمامنا.